بروتين موجود على الانر سيرفس اسمه ان بروتين او سي بروتين. يوم الان بروتين او سي بروتين ده يمسك في ماده اسمها جي تي بي، دي موجوده في السيتوبلازم. وانس ان الجي بروتين مسك في الجي تي بي هينشط انزيم جوه بقى الخليه اسمه جوانيل سايكليز، هيحول الجي تي بي لجي تي بي تاني غير ده الى ماده اسمها سايكل جيم بي. تمام كده؟ يبقى الانسولين زود السايكل جيم بي داخل الخليه ولا لا؟ طيب اعتقد انت عرفت البروتين ده ليه سميته جي بروتين، لانه بيرتبط بماده اسمها ايه؟ جي تي بي. طب ليه سميته ان بروتين؟ لان ان اختار ليه؟ نيوكليوتايد، مش الجي تي بي والاي تي بي والمواد دي كلها نيوكليوتايد ولا لا؟ طيب خطر رقم واحد هرمون هيمسك في الريسبتور هينشط الان بروتين او الجي بروتين، هينشط نظام اسمه ايه؟ جوانيل سايكليز، هيحول الجي تي بي لماده اسمها سايكليك جي ام بي. طب يا دكاتره السايكليك جي ام بي دوت هيعمل ايه في الخليه؟ اكيد هو معايا هيروح ينشط وليكن يعني سايكليك جي ام بي عامل كده بروتين مثلث كده او ماده مثلثه. في عندنا داخل الخليه بتاعتنا ماده اسمها بروتين كينيز، اثنين دكاترة كينيز، ده عبارة عن انزيم، عبارة عن ايه؟ عن انزيم، بيتكون من جزئين، جزء المربع ده اللي فيه خطوط اسمه ريجيولاتوري يونت، يعني ايه ريجيولاتوري؟ منظم، والجزء الكرة اللي تحت ده اسمه كاتاليتيك، يعني ايه كاتاليتيك؟ محفز، ماشي؟ يبقى انا عندي دلوقتي يا جماعه الماده اللي اسمها سايكل جي ام بي المثلث دوت خلاص هيمسك في مين؟ في البروتين كينيز اهو راح مسك فيه هنا اهو. طب وايه يعني لما يمسك فيه؟ ايه اللي هيحصل؟ ها؟ لازم السلام عليكم. ايه اللي هيحصل؟ شد فهم كده هتلاقي البروتين كينيز دوت اللي كان بيتكون من جزئين ها؟ هيتفكك الى حاجتين، الى جزء كده ريجيولاتري ومعاه سايكل جي ام بي وجزء تاني ها اللي تحت ده كاتاليتيك، جزء ايه؟ كاتاليتيك. في مشكله في الفكره؟ يبقى انا دلوقتي الخطوه طيب ويعني لما الجزء الكاتاليتيك بيتبطل ممكن تقول انت بين قوسين ان الجزء الكاتاليتيك بقى اكتف الانزيم بقى كده نشط. طب ويعني لما الانزيم ده يبقى نشط هيعمل ايه يا دكاتره؟ هيعمل فوسفوريليشن. يعني ايه فوسفوريليشن؟ هيضيف مجموعه فوسفات. فوسفوريليشن للايه؟ للانزيمز بتاعت المصل المسؤوله عن تكسير السكر. انا لما السكر يتكسر ايه اللي يحصل؟ كده مستوى السكر في الدم يقل ولا لا؟ يبقى ازاي الانسولين يشتغل على الخلايا بتاعت العضلات؟ ها الناس اللي لسه جايه احنا كنا بنتكلم في موضوع اسمه ميكانيزم اكشن اوف هرمون، خدنا منه جزء الحصه اللي فاتت وهنكمل جزء الحصه دي. خطوه رقم واحد في مجموعه من الهرمونات بتشتغل عن طريق ان هي بتزود ماده اسمها سايكليك جي ام بي. المجموعه من الهرمونات دي اسمها ايه؟ جروث هرمون، هرمون ايه؟ النمو. الكاتيكولامين اللي هو الادرينين والنور ادرينين، بس انهي ريسبتور فيهم؟ الانسولين. تمام؟ طيب هاخد مثال كهرمون اسمه الانسولين. ايه علاقه الانسولين بمستوى السكر في الدم؟ الانسولين بيقلل ولا بيزود السكر في الدم؟ بيقلل السكر في الدم. طيب وليكن يا جماعه الانسولين اللي هو الهرمون الكوره دوت هيشتغل على الخلايا بتاعه العضلات بتاعه جسمك عشان يخلي الخلايا بتاعه العضلات تحرق السكر. الخطوه رقم واحد ان الانسولين كهرمون هيمسك مين؟ في الريسبتور. الريسبتور موجود على الاوتر سيرفيس ولا على الانر سيرفيس؟ موجود على الاوتر سيرفيس بتاع السيل ممبرين. طيب في الانر سيرفيس بتاع السيل ممبرين في عندي بروتين هنا اسمه ايه؟ جي ان بروتين او جي بروتين. طيب الان بروتين والجي بروتين دوت مرتبط بماده اسمها ايه؟ جي تي بي. تمام كده؟ طيب يبقى خطوه رقم واحد الانسولين هيمسك في الريسبتور هينشط جي بروتين او ان بروتين. الجي بروتين او ان بروتين دوت حتى الان بيبقى اول ما الهرمون يمسك في الريسبتور هيخليه يمسك في ماده اسمها جي تي بي. الجي تي بي موجوده في السيتوبلازم. دي النقطه الاولانيه. طيب
وانس النورماتيك بالجي تي بي هيتم تنشيط انزيم اسمه جيوانايز سايكليز. الجيوانايز سايكليز هيحول ماده اسمها ايه؟ جي تي بي لوحده جزء ثاني، هيحول ماده اسمها سايكليك جيمي، يعني زي المثلث كده تمام؟ طيب خد خط ثاني، الخطوه الثالثه بقى ان السايكليك جيمي دي هتمسك في بروتين اسمه بروتين كاينيز. اسمه ايه؟ بروتين كاينيز. البروتين كاينيز ده عباره عن انزيم موجود في الخليه في صوره ان اكتف، بيتكون من جزئين، جزء ريجيولاتري وجزء كاتاليتيك. يعني ايه كاتاليتيك؟ محفز. ريجيولاتري يعني ايه؟ منظم. بيقول لك ان الجيب سايكل جيب دي دوت هيمسك في الريجيولاتري بارت. طب وايه يعني لما يمسك في الريجيولاتري بارت؟ البروتين كاتاليتيك ده بقى ساعتها برودكت قادر هيتقسم لجزئين، الريجيولاتري لوحده والكاتاليتيك لوحده. طب لما الكاتاليتيك ده يتفصل يبقى لوحده، كاتاليتيك جايه من كلمه كاتاليتيك يعني يحفز، كاتاليز على طول بسرعه يعمل فوسفوريليشن. يعني فوسفوريليشن اضافه مجموعه فوسفات لمين؟ من الانزيمز اللي بتاعت الخليه العضليه المسؤوله عن تكسير السكر. كده مستوى السكر في الدم هيقل ولا هيزيد؟ هيقل مستوى السكر في الدم. وصلت الفكره؟ ادي يا جماعه الميكانيزم اوف اكشن اوف ايه؟ اوف هرمونات بتشتغل بواسطه ماده اسمها سايكليك جيمي. ساعات في الكتاب بيقول لك ايه؟ ان السايكليك جيمي دوت بيزود الكالسيوم داخل العصب داخل الخلايا، يبقى هو بيفترض ان السايكل جيم بي يا اما بيزود الكالسيوم يا اما بينشط البروتين نفسه تاني، تمام كده؟ طيب يبقى ده الطريقه بتاع السايكل جيم بي ماشي؟ طيب تعالى ندخل على المجموعه الثالثه في الهرمونات. الهرمونات يا جماعه بتشتغل بثلاث طرق بخمسه ناس. خدنا اول واحده امبارح كانت بتشتغل بالسايكليك ام بي، خدنا النهارده مجموعه من الهرمونات الشهر السايكليك جي ام بي. تعالى بقى ناخد المجموعه الثالثه، برضه الناس اللي اتاخرت حاول تركز معايا عشان تلم اللي وقع منها. المجموعه الثالثه بقى بتشتغل بماده اسمها ايه؟ بماده اسمها ممبرين ثالثه كده، هرمونات بتشتغل بحاجه اسمها ممبرين فوسفو تمام؟ ليه متأخرين برضه؟ من عليها مرمى عوضي هون. عوضي هون. ممبرين فوسفو ليبر. طيب ايه بقى قصة الممبرين فوسفو ليبر دي؟ الناس بقى تركز معايا وفيها. تعالى نسترجع معلومات من البايو دي. حد يقول لي الرمز العام للفوسفوليبيد؟ هيبقى بص تي اتش تي اتش تي اتش ده واحد اثنين ثلاثة. هنا مثلا في فاتي اسيد، هنا مثلا في فاتي اسيد، وبعدين تي ثلاثة دي مثلا مجموعة فوسفات، وبعد كده مثلا في سكر اسمه ايه؟ ام دي 2 ده رمز لمين؟ للفوسفوليبيد كعامل. طيب في انزيم اسمه فوسفو لايبيز سي، عامل زي المقص كده، له القدره ان هو يرفع الفوسفوليبيد عند الرابطه دي. مين الشاطر اللي يقول لي ايه اللي يحصل لو الفوسفوليبيد اتقطع عند الرابطه دي كده؟ هيحصل ايه؟ هيتفكك لمادتين تي اتش 1 تي اتش 2 تي اتش 3. هنا فاتي اسيد، هنا فاتي اسيد، هنا مجموعه اتش تمام. طيب اكمل ايه يا دكاتره انتوا شاطرين؟ ده عباره عن ماده فيها كام فاتي اسيد؟ 2. 2 يعني ايه باللاتيني؟ ضار. وكلمه فاتي اسيد باللاتيني يعني ايه؟ اسايد صح؟ وهنا الباك مون ده عباره عن ايه؟ جليسترول. اسمها داي اسايد ايه؟ جليسترول. ان انت كنت بتحضرها بداش صح؟ تمام. طيب واتبقى لي هنا مجموعه اسمها ايه؟ ريزيتور. في نفس الوقت لما فكيتها هي كان عليها مجموعه فوسفات واحده، انا بخليها عليها ثلاث مجموعات فوسفات، كان مجموعه ثلاثه. اسمها ايه بقى الماده؟ ريزيتور تراي فوسفات صح؟ لازم تسميها اي بي 3. ده كده انت بفكرك بالبايو. يبقى الفوسفوليبيد عموما
لو جبت الزمن في فوسفوليبيز سي هيكسرها ليه يا جماعه؟ ها باي اسايل كوليسترول وانستول تراي فوسفيت. تمام، دي معلومات قديمه كلكم عارفينها طبعا. تعالى بقى نركب الكلام ده على الفسيولوجي عندنا. وصل يا شباب؟ لا ما هو لان احنا بنبقى عليها ثلاثه فوسفات، دي بايو مش ليها دعوه خالص، مش معناها في حاجه. خلاص؟ هي مجموعه الفوسفات والرموز بتاعتها ومحطه الفوسفات امتى والتكسير والكلام ده انا مش بقى عليه. انا بس بفكرك ان هي داي اسايد جلسترول وانستول تراي فوسفات. دي بقى داي كيمستري في التقسيمه بتاعتها بتحط باين وانت بتقطع فوسفات ما تخش معاك حاجه. انستول في اثنين فوسفات. انا لا ما هو في اثنين صح؟ وهنحط عليه واحده؟ هو في كده اثنين فوسفات؟ كده يعني؟ في اثنين مجموعتين يعني في اثنين هو رابط واحده؟ طب حلو والله يا جماعه انتوا مش ده باي ماليش دعوه انا بيه. طيب تعالى بقى ركز معايا، ركب الكلام ده على الاندوكراين. مين بقى الهرمونات اللي بتشتغل بالبمبرين فوسفوليت الدوره؟ في عندي ثلاث هرمونات، كام هرمون؟ ثلاثه. الثلاث هرمونات اللي بتشتغل بطريقه الممبرين فوسفوليت كلهم يشتركوا في رقم واحد، يعني رقم واحد. اول مجموعه او اول هرمون اسمه كاتيكولامين. الريسبتور بتاعه الفا واحد هو اللي بيشتغل بالطريقه دي. مش الكاتيكولامين دي لها تو ريسبتور الفا و وبيتا. الالفا فيها ايه؟ الفا واحد وفيها الفا 2، والبيتا فيها بيتا واحد وفيها بيتا 2. هناخد مين الدكاتره بقى اللي بتشتغل بالطريقه اللي انا هشرحها دلوقتي؟ كاتيكولامين انهي ريسبتور؟ الفا واحد. الكلام هيوضح كمان شويه. هاخد هرمون اسمه اي دي اتش. ايه الاي دي اتش ده يا دكاتره؟ انتي ديوريتيك هرمون. ده له تو ريسبتور برضه، كام ريسبتور؟ اثنين. في واحد وفي اثنين. هاخد انا الريسبتور برضه؟ الريسبتور بتاع الانتي بيوريتيك هرمون رقم واحد. طيب ثالث ماده، في ماده اسمها انجيو تنسن، فاكرينها؟ اللي كانت بتعمل برضه كونستريكشن. انجيو تنسن 2 ليها كام ريسبتور برضه؟ ليها نوعين من الريسبتور. ريسبتور انجيو تنسن ريسبتور رقم واحد وانجيو تنسن ريسبتور رقم اثنين. هاخد انا يعني واحد يا جماعه فيهم؟ رقم واحد. دول بقى الهرمونات دي تتميز كلها ان هي فيها رقم واحد. ناخد مثال وليكن الانجيوتنسن. هو يا دكاتره الانجيوتنسن دوت، ها لو انتوا شاطرين بيعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟ برضه ايه؟ كونستريكشن. نفترض ان الخليه دي هي الخليه اللي موجوده في جدار الاوعيه الدمويه. ليها سيل ممبرين اوتر واكس انر. طيب الريسبتور بتاعها بيبقى موجود فين؟ على الاوتر. وليكن انا هتكلم على ماده اسمها انجيوتنسن 1 انجيوتنسن 2 ليس كمثال. الماده دي عامله زي كورن ليها ريسبتور اسمه انجيوتنسن ريسبتور رقم واحد موجود على الاوتر سيرفيس اوف ذا سيل ميمبرين بتاع الاوعيه الدمويه. هيجي الهرمون الكوره دوت يمسك في ريسبتور، يبقى الهرمون مسك في ريسبتور. جوه هنا في الانر سيرفيس بتاع السيل ميمبرين في كده كده السيل ميمبرين بتاعها كله مليان فوسفوليبيد. ولا نسيتم؟ احنا كنا بناخد السنه اللي فاتت الهيستولوجي والفسيولوجي ان الممبرين اساسا بيتكون من فوسفو ليبيد. طيب هيتم تنشيط انزيم موجود هنا اسمه فوسفو لايبيز سي. طيب الفوسفو لايبيز سي ده هيشتغل زي المقص كده، هيمسك الفوسفو ليبيد اللي هي رمزها دوت يكسرها ليو ايه؟ ها هيكسرها لمادتين اي بي 3 ودي اي جي. طيب فيها مشكلة حتى الآن؟ طب الـ IB3 دوت اللي هو الانستول تراي فوسفيت هيعمل إيه؟ جوه الخلية كده كده في حاجة اسمها راف اندوبلازميك ريتيكو. ده يحتوي على إيه جوه لو أنتوا شاطرين؟ يحتوي على الكالسيوم، صح؟ يقوم الانستول تراي فوسفيت يشغل الاندوبلازميك ريتيكو فمين يجيب؟ ها؟ الكالسيوم. يحصل إيه في الأوعية الدموية؟ يحصل فيها بازو ها؟ كونستريكشن. يبقى يا جماعة الخطوات الأنجيوتنسن 2 دوت مادة بتمسك في الريسبتور بتاعها. فرضا على الاوعيه الدمويه انا باخد مثال عام. ها الريسبتور بتاعنا في الانر سيرفنت اوف سيل ميمبرين كده كده فيه ايه؟ انزيم اسمه فوسفوليبيد سي. هيتنشط هياكل مين؟ ها هياكل الفوسفوليبيد. هيكسرها ليه ايه؟ ها انستول تراي فوسفات وداي اسايل جليسترول. الشاطر يقول لي انستول تراي فوسفات هيعمل في الكالسيوم؟ هيزود مستوى الكالسيوم داخل الخلايا.
طيب والماده الثانيه اسمها ايه بقى؟ دي جي. الدي جي دي اللي هي زي الفايبريتور هتنشط حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ بروتين كينيز. لا شرحت في اول حصه تمام؟ الناس اللي جايه متاخره بوريهم تاني. ده لونس واحد. في مشكله كده في الطريقه دي؟ المشكله سهله جدا. تتميز الهرمونات بتاعت مجموعه التوتفول اللي هي مشتركه في رقم كام؟ واحد. كاتيكولا مين؟ الفا رقم واحد. انديدوريتيك هرمون رقم واحد. انجيوتنسين 2 اي ريسبتور رقم واحد. انفيتور ريسبتور كمثال. نشط الانزيم اسمه ايه؟ فوسفوليبيدسي. فوسفوليبيدسي ده ماسك في مين؟ يكسر مين؟ الفوسفوليبيد. هيحولها لكام ماده؟ اثنين. ايه هم؟ دستور ترايكوسفات وداي اسايد جليسترول. دستور ترايكوسفات هيعمل في الكالسيوم؟ هيزود. هيعمل ايه في الداي اسايد جليسترول ده؟ هيعمل ايه؟ هيعمل هينشط البروتين كامل. كده بقى الهرمون اشتغل ولا لا؟ اشتغل عن طريق ايه؟ الممبرين فوسفوليبيد. في مشكله كده؟ حد عنده اي مشاكل او اي اختلاف فيها؟ ما تبناها عامة ولا تقول مين ما تبناش رقم واحد ولا اثنين. الفا واحد هي بتشتغل بالطريقه دي. ما هي الفا واحد هو الطريقه تبع عامة. يبقى لما يجي يجيب لك الاسبوع الثالث يقول لك الفا واحد يبقى خلاص تفهم من الفا واحد ما بتشتغلش بالسايكل جين دي. اشتغل بالطريقه دي. تمام؟ طالما انا سبتها عامة بعدين رجعت خصصت يبقى طالما في تخصيص يبقى اتكلم على طول ان الفا واحد بتشتغل بالممبرين فوسفوليبيد. تعالى بقى يا جماعة احنا اتفقنا هنتكلم بكام طريقة؟ خمسة. خدنا سايكليك ام بي، خدنا سايكليك جي ام بي، وادي خدنا الممبرين فوسفوليبيد. تعالى نتكلم على الطريقتين التانيين. نتركز بقى لو سمحت، دي مهمة. الميتاليزم اوف اكشن اوف هرمون المره دي هتكلم على هرمونات اسمها الستيرويد. حد فاكر الستيرويد؟ مين هرمونات الستيرويد؟ خدناها المره اللي فاتت. الستيرويد بحرف الاس هم ست هرمون ست هرمون مين ست هرمون دوت؟ ها؟ الاستروجين والتستوستيرون بحرف الاس. طيب وايه تاني؟ و ادرينال كورتكس هرمون. مين ادرينال كورتكس هرمون اللي تعرفه لما شرحت؟ الستيرون و كورتيزون. المشكله كده؟ ها؟ ادي الهرمونات الدكاتره اللي عندنا. سكس ايه؟ هرمون والادرينال كورتكس الستيرون والكورتيزون. طيب بيشتغلوا ازاي؟ ناخد مثال هذه الخلية ايه؟ وليكن النهارده هتكلم على هرمون اسمه اسم. مش الاستروجين ده بيشتغل على اليوترس على الرحم تمام. الاستروجين هو كورة اهو. سؤال يا باتاكسي هو الاستيرويد دي ليبد ولا مش ليبد؟ دي ليبد ما كوليسترول. طيب الستيل ممبرين بتاعنا ليبد ولا مش ليبد؟ ليبد. فتعرف تعدي بسهولة من الستيل ممبرين ولا لا؟ يبقى الخطوة رقم واحد ان الاستيرويد المرة دي الريسبتور بتاعها هي بحرف الاس فهو انسايد السيل. يبقى الخطوه رقم واحد ان الهرمونات بتاعتنا اللي اسمها ستيرويد الريسبتور بتاعتنا فين؟ انسايد السيل. طب فين انسايد السيل بقى؟ بحرف الاس برضه في السيتوبلازم. يبقى الستيرويد بحرف الاس موجوده انسايد ذا سيل. فين يا جماعه؟ السيتوبلازم. خلاص كده؟ طيب هلاقي الريسبتور بتاعي هو ايه؟ بالاحمر اهو ادي الريسبتور. يقوم الهرمون والريسبتور يحصل بينهم انتر اكشن يعمل هرمون اند ريسبتور كومبليكس دخلوا في بعض. طيب هيروحوا بسرعه يجروا على مين؟ على النيرف. هنا في دي ان ايه؟ يا دي ان ايه لو سمحت بسرعه اعمل لنا عمليه اسمها ترانسكريبشن. يعني ايه ترانسكريبشن؟ استنتاج. بعد ترانسكريبشن اروح على الرايبوزوم. عمليه اسمها ترانسليشن عشان اصنع نيو انزايم. يبقى يا جماعه الاستروجين او الاستيرويد هرمون هل بتنشط
انزيمز موجوده داخل الخليه ولا هي بتصنع انزيمز جديده؟ لا هي بتصنع انزيم جديد او بروتينات جديده خاصه بالاكشن بتاعها. يبقى الفرق ما بين الستيرويد والهرمونات اللي فاتت حتى الان حاسين ان الريسبتور بتاعت الهرمونات اللي فاتت كلها كان فين؟ على الاوتر. اما النقطه الثانيه ان الهرمونات اللي فاتت كلها كانت بتعمل اكتيفيشن بتنشط انزيمز اوريدي فاوند ان ذا سيل، انزيم موجوده فين؟ في الخليه. بينما ده الستيرويد ده بيصنع ايه؟ انزيمز جديده. يبقى اللي فاتوا كانوا بينشطوا انزيم موجود اعمل له اكتيفيشن او انهبيشن، اما ده ما بيعمله دكاتره بيصنعه. طيب يبقى نعيد الاسترويد تاني. خطوه رقم واحد الاسترويد هرمون ار ليبت ها سولو تعدي السيل ممبرين تلاقي الاسترويد بتاعها بحرف الاس انسايد ذا سيل سايتو بلازم يمسكوا في بعض يعملوا ايه يا جماعه؟ كومبليكس يروح على مين؟ نيوكليس يا نيوكليس خير ترانسكريبشن ترانسكريبشن صناعين انزيمز او بروتين. وسط الفكره صعبه كده؟ ده كده احنا خدنا كام ميكانيزم في هرمون؟ اربعه. فاضل الخامس بقى اسهل واحد فيه رقم خمسه هرمون اسمه الثيروكسين هرمون الغده الدرقيه. ده وان امينو اسيد امينو اسيد واحد اسمه ايه يا جماعه بقى الثيروكسين الامينو اسيد الواحد ده؟ بيتكون من ثيروزين. شو ثيروزين؟ ده ليبيد سولوبل. يبقى من البدايه كده الثيروكسين ليبيد سولوبل ولا غده سولوبل؟ ليبيد سولوبل. ماشي الثيروكسين اهو نسبه الخليه اللي هيشتغل عليها من اس بس عرفت من الصوره دي بقول لك هو 1 امينو اسيد يعني حجمه كبير ولا حجمه صغير؟ ها؟ 1 على حجمه صغير ليه بتصرف؟ يعني يعرف يعدي في السيل ممبرين ولا لا؟ ثاني يعدي في السيل ممبرين دخل اهو. يبقى الريسبتور بتاع الثيروكسين انسايد ذا سيل ولا اوت سايد ذا سيل؟ انسايد ذا سيل. اذا انه يمشي 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 لحد ما يوصل فين؟ في النيوكليوس. عارفين الريسبتور بتاعه فين؟ الريسبتور بتاعه هنا موجود عند الدي ان ايه. يعني الريسبتور بتاع الثيروكسين ار نيوكلر ريسبتور. طيب هقول لك انتوا خدتوها السنه اللي فاتت. فاكرين في الدي ان ايه في الباي لما خدتوا حاجه اسمها في الدي ان ايه ترانسكريبشن في حاجات بتزود ترانسكريبشن اسمها انديوسر وحاجات بتقلل ترانسكريبشن اسمها انديوسر. فاكرين الكلام ده؟ ده ممكن اصنع اخلي الدي ان ايه يعمل ترانسكريبشن كتير او يقلله صح؟ الثيروكسين من الحاجات اللي بتاثر على ايه؟ على الترانسكريبشن بتاع الدي ان اي. يبقى الثيروكسين ده الريسبتور بتاعه ايه؟ ها؟ نيوكلر ريسبتور. يبقى انا يا جماعه دلوقتي الستيرويد والثيروكسين اللي عامل مشترك ما بينهم ان هم انسايد ذا سيل. بتاع الستيرويد ماله؟ سايتو بلازم. بتاع النيوكلر ماله؟ نيوكلر. بس الاثنين متحدين مع بعض ان هم بيشتغلوا على ايه؟ بيشتغل على عمليه الدي ان اي بيخلوا الخلايا تصنع نيو ايه؟ هرمون اند انفايرمنت. نيو بروتين اند انفايرمنت. ده مشكلة كده؟ طيب يا دكتور ما تيجي تلم لي الخمس طرق كلهم كده في رسمة واحدة بقى عشان احطهم لك مع بعض عشان الناس اللي ما حضرتش يقولوا بسرعة كده. هنلم الخمسة كده مع بعض في رسمة واحدة. هنرسم خلية افتراضية ماشي نفس الممبرين اهو الشط اللي بالاسود ده هو الاوتر وادي الانر الممبرين ماشي دي الهرمونات بتاعتنا. اول مجموعه في مجموعه من الهرمونات بتشتغل عن طريق بتزود ماده اسمها سايكليك اي ام بي. مين الهرمونات اللي بتشتغل بالسايكليك اي ام بي؟ اللي راجع مع بعض هرمونات اسمها البيتيوتري هرمون البارا ثيرويد هرمون هرمونات البارا ثيرويد هرمون اسمه جلوكاجون ماشي الكاتيكولامين بس ثاني ريسبتور البيتا ريسبتور مش كده؟ الخطوات الريسبتور بره اهو ماشي يبقى الريسبتور على الاوتر سيرفيس هيمسك في الهرمون
دي هو الانر سيرفيس هنا فيه بروتين. البروتين ده اسمه ان بروتين او له اسم تاني جي بروتين. خطوه رقم واحد هرمون هيمسك في ريسبتور هينشط الجي بروتين دوت. عشان يمسك في ايه بقى؟ هيمسك من جوه في السيتوبلازم بماده اسمها جي تي بي. ده دكاتره جي تي بي. مسك في الجي تي بي هيروح منشط انزيم اسمه ادينايل سايكليز. ادينايل سايكليز دوت هيحول اي تي بي لماده اسمها سايكليك انرجي. تمام كده؟ في هنا ام جي مانوس. طيب سايكليك انرجي ده يعمل ايه؟ بسرعة ينشط انزيم تاني اسمه بروتين كاينيز. البروتين كاينيز ده كاتبه سريعا بيعمل فوسفوريليشن. يعني ايه فوسفوريليشن؟ مجموعة ايه؟ فوسفات. اضافة مجموعة فوسفات. الانزيم بتفضلها السنة دي تاني ان في مجموعة من الانزيم لما بتفضلها مجموعة فوسفات يحصلها اكتيفيشن. في مجموعة من الانزيم لما بتفضلها مجموعة فوسفات يحصلها انهيبيشن. في مشكلة كده؟ يبقى دي اول طريقه سهله خالص. الطريقه الثانيه في هرمونات بتشتغل بماده اسمها سايكليك جي ام بي. عشان تعرف تحفظها انا قلت لك البيتيوتري هرمونز كلهم السايكليك جي ام بي المفروض اكسبت الجروث هرمون. هرمون النمو دوت بيخرج من البيتيوتري لكنه بيشتغل بايه؟ بالجروث هرمون. طيب الباراثيرويد ما لهاش عكس. الجلوتاثيون ده كان بيطلع من البنكرياس. تفتكر البنكرياس بيطلع هرمون ثاني اسمه ايه؟ احفظهم بقى بالعكس. طيب كنت اقول كاتيكولامين بيتا تبقى كاتيكولامين هنا الفا. طب الخطوات ادي ريسبتور هيمسك فيه هرمون. نفس الكلام في بروتين هنا اسمه ايه؟ جي بروتين او ان بروتين. وانا ليه سميته جي بروتين؟ عشان انا مش حاطط المره اللي فاتت جي بروتين لما يمسك في بلد اسمها ايه؟ جي تي بي. ده غير الشيء غير الاي دي خالص. طيب ان بروتين لان الجي تي بي عباره عن نيوكليسايد ولا لا؟ يعني ايه نيوكليسايد؟ ما جي تي بي الاي تي بي ده كله نيوكليسايد. طيب هيتنشط هيمسك برضه في جي تي بي من جوه نفس الكلام بس المره دي هينشط انزيم اسمه دكاتره ها جيونايل سايكليز. الجيونايل سايكليز دوت هيحول جي تي بي ده جي تي بي تاني غير ده الى سايكل جي تي بي. طب السايكل جي تي بي يعمل ايه؟ هينشط بروتين كاينين يعمل فوسفوريليشن لسام انزيم. الفكره في بعض الاحيان كتاب الاسم بيقول لك ان السايكل جي تي بي ده تعب بيزود الكالسيوم. اكتبها كده بس هي غلط ماشي؟ هي غلط. طيب دي الطريقه الثانيه. كده خدنا طريقتين. طيب الطريقه الثالثه الانزيمز بتشتغل بالممبرين ها فوسفو ليبل صح؟ مين الشاطر اللي يقول لي كانوا كلهم اشتركوا في حرج؟ رقم واحد الاي دي اتش ها الانجيوتنسن ها والالفا واحد. كانت كلها مين الفا واحد؟ هيحولوا لايه وايه؟ ها؟ بالفوسفولايبيز سي الى باي اتايل جليسترول ويعني سولت رايت فوسفات. ده بتاع الكالسيوم. وازاي ده بينشط البروتين كايديز برضه؟ يبقى البروتين كايديز يتم تنشيطه كام حاجه لحد دلوقتي؟ ثلاثه سايكليك ام بي سايكليك جي ام بي ها باي اتايل جليسترول. في مشكله كده؟ شو ده طبعا يا جماعه ايه فايده الكالسيوم؟ في انزيم بتشتغل في الكالسيوم صح؟ في عضل افرض انت بتتكلم على الانجيوتنس. طب ما عشان يعمل فازو كونستريكشن لازم ندخل جوه الارتري ايه؟ كالسيوم. يبقى الكالسيوم له مهام خاصه تبع للهرمون لما بناخده ان شاء الله. الطريقه الرابعه ستيرويد. ها الريسبتور بتاعنا ايه؟ سيتوبلازميك مش سيتوسيل صح؟ خبط عن نيوكليس ترانسكريبشن ترانسليشن. طيب ثيروكسين رقم خمسه نيوكلير ريسبتور خبط عن نيوكليس سيتوبلازميك قصدي ترانسكريبشن ترانسكريبشن. كده يا جماعه سريعا بالنسبه للخمس انواع. اشهر سؤال بيجي في الام سي كيو ايه؟ ها؟ الليفوزوم ده بيشتغل بايه؟ وبيشتغل بايه؟ مين بيشتغل بفوسفو ليبيد؟ مين سيتوبلازميك؟ مين ليبيد؟ تخيل؟ كل المعجنه اللي جوه دي ما بتجيش. اهم حاجه نص الليفوزوم. طيب. هسألك بقى سؤال بره الموضوع اشوفك انت تقدر تطبق المعلومه دي في الطب ولا لا. دلوقتي في عيان عنده برونكيال ازمه. ايه ممكن ازمه؟ عنده رب شعبي. علاج الرب الشعبي لو واحد جاله ازمه جه لك في المستشفى. انت عندك دوايين ينفعوا في علاج الرب الشعبي، ركزوا معايا فيها. الادرينالين والكورتيزون. طبعا الكورتيزون ده ستيرويد.
والادرينالين بيشتغل على الكتف والبطن. تمام؟ تدي له انهي واحد فيهم؟ العين جاي البرونكاي بتاعته احشر. ادي له على طول بخاخه ادرينالين. ليه؟ عشان الادرينالين كده كده هيشتغل على انزيمز اوريدي انسايد ذا سيل يعمل لهم ايه؟ اكتيفيشن، فهيشتغل بسرعه. بينما الكورتيزون ده هيشتغل لسه يروح عن يوك ترانسكريبشن ترانسليشن باي كيمستري موال على ما يصنع ايه؟ انزيمز جديده. يبقى العيان هتمشيه على بخاخه ادرينالين. كل ما يجيلك الاتاك تقدر تقفش رش شويه ادرينالين. طيب ما بين الاتاك انت سليم كده وقاعد مستريح، الكور ده اسمه ايه؟ كورتيزون. ليه الكورتيزون؟ عشان يخليك الكورتيزون ده طويل المفعول يعمل ايه؟ يخلي الخلايا بتاعت البروكاي اللي بتصنعها بروتين وانزيم تمنع حدوث الازمه ولا لا؟ الفكره؟ يبقى الانزيمز اللي بتشتغل عن طريق الريسبتور اكسترا سيلولار اللي هم الثلاثه دول كلهم مالهم يا جماعه؟ بس الهرمون دي مالها؟ سريعه في الاكشن. اما دي مالها؟ بطيئه. ليه بطيئه؟ انها بتاخد وقت على ما تصنع ايه؟ البروتين او الانزيم. في مشكله؟ حد عنده اي سؤال في الميكانيزم الاكشن ده؟ تمام؟ نعم؟ انا ما قلتلكش دي فوسفوليشن، قلت في انزيم لما تحط عليها فوسفات تبقى اكتف، وفي انزيم لما تحط عليها فوسفات تبقى ان اكتف. ما دي بقى مقوله ثانيه، دي في البايو مالهاش دعوه بيها. تشيل فوسفات مره وتحط فوسفات مش هتعمل فرق. كده يا باشمهندس خلصت الميكانيزم وفشل الهرمون. بس هو كان مكمل بتاع الحصه اللي فاتت. تمام؟ لو حاجه وقعت في الناس اللي جايه النهارده لسه في اول مره مفيش مشكله. ها؟ الادرينالين اسرع، يعني هو اسرع في الكويشن اللي بتبقى في الوضع. اكيد ان احنا عارفين ان المرض بيتكون في الشكل البصري ده. مش علاقه بالخيال. تمام؟ دي بدايه جديده خالص للنظام. هنتكلم على غده النهارده اسمها ايه يا دكاتره؟ مقفل يوتري. يعني ايه يوتري؟ يوتري جلاند، يعني الغده ها النخاميه. دي بتحطها في الاحياء كنا بنسميها مايك، صح؟ دي الكبير بتاع الليله كلها. لها اسم ثاني هايبو فيزز سيريبراي. تعالى بقى نشوف الاسم ده جاي من فين. دلوقتي قوات التشريح اول مره شرحوا فيها طلعوا المخ. تمام؟ لو فرضا لو بص على المخ من ايه؟ مثل سرحان، لو بص على المخ من قطاع جانبي كده، وبص على المخ كده. يبقى المخ عامل كده. تمام؟ لقينا بقى البتيتري فين؟ البتيتري تحت كده. متعلقه في الفريم من تحت. تحت اسمها ايه؟ حلو. طب بريد اسمه ايه؟ تليبرال. هو تليبرال بورد. طب يعني ايه فيتز؟ فيتز يعني مو. مو؟ مو ايه؟ اصل هم بتحط الالام ده مفهوم على طول. اول ما شافوا الشكل ده قال لك ده في مخ صغير او في حاجه صغيره لسه هتنمو هتنمو. فسموه ايه؟ هايبو فيتز تليبرال. الحاجه اللي هيحصل لها نمو تحت مين؟ تحت المخ. طبعا دي اسمه ايه؟ حلمبوحه خالص. هي لا نمو ولا بتاع، هي جناند متعلقه في المخ من تحت. امال ايه سميتها بيتيوتري؟ عشان بيتيوتري يعني ايه؟ بيت بي اي بي يعني ايه؟ بيتيوتري. هم بيقول لك وهو مطلع المخ من السكال كده، البيتيوتري دي كانت من تحت متعلقه، كانت فاخه كده متعلقه في المخ من تحت، والله يا باشا. يعني المخ اهو كده مثلا، كانت دفه كده تحت. فالبيتيوتري ايه؟ قال لك الغده الدفه. شوف اهم غده في الجسم، انا كان مسميني اسم زباله. قال ايه؟ قال لو روحت النهارده رحت جبت كده خروف وبعدين ذبحته طلعت المخ بتاعه وانت مطلعه تلاقي الفيتر كده حاجه مظبوطه كده تحت عماله تبص تلاقي الدفه كده تلاقي الفيتر كده. الله يرحمك يا جماعه. انا هرجع. طيب ادي عرفت الاسامي بتاعتها اهو. النقطه الثانيه البيديوتري دي ابتدي بقى تعالى ابتدي معانا من تحت الصفر.
يعمل تحت الصفر حجمها 1 سم ماشي بتاعت الهيستولوجي يقول لك دي كومباوند جلاند والله اخليهم هم نفسهم مش عارفين ايه كومباوند عشان انتوا في الاندوكراي الغلط يقول لك ايه مره واحد سيمبل والبولار وتجيب له البولار ودي كومباوند لا اصل فيها شرطه خاصه مش دعوه بيها كومباوند جلاند موجوده في الاناتومي في حاجه اسمها سله سورتي طبعا في الاناتومي هيقول لك ايه بسله سورتي انا مش عارف ايه سله سورتي او سله تورشي دي حتة عظم في المسكال اللي بتدي العيشة فيها ها؟ زي مثلا هو ليه استرنا مش استرنا مرس دي في القلب عايش فيهم دي ولا هي برضو الحتة العظم بتاع المسكال اللي عايش فيها بتدي اسمها ايه سلة تورشي بسلة ها طب الهاتم هبطر دوم سلة تورشي تمام ف يبقى كمبارا نجلان واحد سنتي موجودة فين يا دكتورة مرام البسلة تورشي سلة تورشي طيب تعال بقى رئيس نخش على اللي جاي الامبريولوجي بتاعها اساسا انت بتستخدم امبريولوجي الامبريولوجي بتاع البيتيتري بيقول لك البيتيتري دي عباره جت من فين؟ ها جت من فين؟ قال بيقول لك داون جروث اوف ذا برين حته من البرين نمت لتحت والبق بتاع حضرتك الحلق ده حته منه طلعت لفوق اتقابلوا في السكه عملوا بيتيتري يبقى هي عباره عن داون جروث اوف ذا برين وابورد جروث اوف ذا ماوس اتقابلوا في السكه عملوا ايه؟ البيتيوتري اوعى تعرف اوعى تقول داون جروث اوف ذا ماوس واب وورد جروث اوف ذا برين لا حته من المخ نازله قبل الحته من النص طبعا قبل مع بعض قبل بعض الحب احنا البيتيوتري تمام خرافات وخزعبلات فين الام سي بي بتاعنا؟ كلمه كومباوند جلاند ايه المهم؟ نتكلم بقى هي بتتكون من كام فصل؟ لو رسمت لك كده البيتيوتري اللي هنا الهايبوثالامس شوف معايا بقى هنا ده تفسيره زي الجماعه بتاعنا هايبو طالما هايبو طالما قدام الشعلة في كده ايه؟ البيتيوتا البيتيوتا دي بتتكون من ثلاث فصوص كم فصل؟ ثلاثة انتيريور هو ده بوستيريور هو ده اللي بقى بعيدها بقى المقص ده انتر بيتي يبقى البيتيوتا عباره عن جلاند 1 سم موجوده في السله التورتيكا كومباوند جلاند داون جروث اوف ذا برين تيشو قابل ابورد جروث اوف ذا ماوس تيشو قابلوا مع بعض عملوا لي البيتيوتري متصله بالهايبو ثالامس قسم بثلاث فصوص كام بارت؟ ثلاثه مين الشاطر اللي هو مين؟ اديله بوستيريور انترفيتين تمام؟ احنا نبدا النهارده فين؟ في البوستيريور لوب البوستيريور لوب تعالى بقى نعمله كده ونشوف قصه حياته ايه بصير اللوب يا جماعه اسمه معايا له اسم تاني اسمه نيورو هايبو فيزيس او لو اسم تاني نيورو فيزيس على طول خلاص هتعرف دلوقتي لسه اسمه نيورو فيزيس او الاسم اللي جاي قبل ما اخش في التسميه ارجع كده معايا بمعلومات من السنه الاولى هو انا لو جبت لحضرتك مجموعه من الخلايا العصبيه ركز معايا لو سمحت في خلايا عصبيه في البودي بتاعها والاجسام لو جبت سالت حضرتك وقلت لك كوليكشن اوف سيل بودي مع بعض كده عشان ده مش مذاكره في كده ماشي كوليكشن اوف سيل بودي او السايد سينس لهم وظيفه واحده اسمه ايه؟ جانجل طب لو السايد سينس اسمها نيوكلي يا جماعه نيوكلس يبقى مجموعه من الخلايا داخل السينس السيل بودي بتاعها مع بعض اسمه ايه؟ نيوكلس او السايد سينس اسمه ايه؟ جانجل طب لو جبت لك بقى جديد على السنه دي مجموعه من الاكسون اكسون مع بعض لها وظيفه واحده لو اوت سايد السينس اسمها نيرف مش هتقول لها قبل في ناس مش عارفه الكلام دوت ان النيرف ها عباره عن ايه؟ اكسون فقط والسيل بودي بتاعه يا اما في اللاترال هورن سيل يا اما في الانتيريور هورن سيل الكلام اللي انا داخله دلوقتي. طب لو كوليكشن اوف اكسون انسايد السي ان اس يبقى اسمه ايه ساعتها؟
ديستراكت. يبقى الخلايا عصبيه لما مجموعه تتجمع مع بعض بيعمل كام ديستريشن؟ اربعه. سيل بودز مع بعض انسايد سينس سكول نيوكليس او سايد سينس سكول يعني مجموعه من الاكسونز مع بعض لهم ذا سيم فانكشن وظيفه واحده او سايد سينس سكول نيرف انسايد سكول تراكت. الله اكبر. خلاص؟ طيب. هل المعلومه دي على كام؟ تعالى ركب الكلام. هذا هو الهايبوثالامس. الحته دي فنيه جدا وعايز تركيز. خلاص؟ هايبوثالامس. لو سمحت رأيك. نازل منه مين؟ البيتيوتر. اهي. خلاص؟ طيب انا هتكلم عن بوستيريو بيتيوتري اللي هي اسم تاني نيورو هايبوفيزز او نيورو فيزز. بيقول لك يا سيدي في مجموعه من الخلايا العصبيه موجوده في الهايبوثالامس ده جزء من البرين. السيل بودي بتاعها الهايبوثالامس والاكسون ده زي ما هنا في البوستيريو بيتيوتري. وجدنا ان السيل بودي ديت مشتركه مع بعض في وظائف محدده. يبقى انا ممكن اسمي السيل بودي في الهايبوثالامس ايه؟ نيوكليس ولا جانجل ايه؟ نيوكليس لان انا انسايد سينيوس. طيب عندي تو نيوكليس اثنين واحده اسمها صبرا اوبتيك الثانيه اسمها بارف فينتريكيولار. برضو في الاناتومي بتخطيطها. يبقى انا عندي كام نيوكليس حتى الان؟ اثنين ايه هم؟ صبرا اوبتيك وبارف فينتريك. وجدنا يا دكاتره ان السوبرا اوبتيك والبارا فينتريكولار نيوكليس دول يقوموا بتصنيع ماده. البارا فينتريكولار دي تصنع ماده اسمها اي دي اتش انتي دايريتيك هرمون والسوبرا اوبتيك بتصنع ماده اسمها اوكسي اتون. بتصنعها فين؟ بتصنعها في السيل بودي فوق. واذا انهم ماشيين في مين يا دكاتره؟ في الاكل. اللي هم ماشيين في الاكسون ده لحد ما يروحوا فين؟ لحد ما يوصلوا للبوستيريور بيتيوتري. في نهايه الاكسون اي اكسون في الدنيا بيبقى فيه انتفاخ كده في الاخر اسمه اكسون تيرمينال صح ولا لا؟ تمام. يتم تخزين الاي دي اتش والاكسيتوزن. تمام؟ حتى الان الاي دي اتش والاكسيتوزن يا اخي انا ممكن تتلخبط كل ده في الهرمون كيميكال ترانسميتر ده زي الادرينالين والنور ادرينالين والكولين. طيب بتتكلم عن هرمونات النهارده طبعا هنا في بلاد فيزلز حوالين النهارده. شوف يا سيدي لو انا احتجت انتي دايريتيك هرمون او هرمون اسمه اوكسيتوس يحصل هنا في الخلايا العصبيه اكشن بوتنشي. اكشن ايه؟ بوتنشي. اذا انه ماشي في الخلايا العصبيه لحد يوصل للاكسون تيرمينال يفتح هنا قنوات اسمها ايه؟ فولتج جيتد كالسيوم تشانل. يدخل الكالسيوم جوه مين؟ التيرمينال دي. يلاقي الحويطات اللي تحتوي على الاي دي اتش والاوكسيتوز تقعد تلف 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 حوالين نفسها لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما الحويطات تروح مفرقعه هتروح مطلعه الاي دي اتش والاوكسيتوز فين؟ على البلاط. ساعتها الاي دي اتش والاوكسيتوز دول اسمهم ايه؟ هرمون. لان الكيميكال ترانسميتر زي ما خدنا في الحصه الاولى اذا خرج بره الاعصاب ومشي في الدم بقى اسمه ايه؟ هرمون. يبقى ده ممكن تستنتج استنتاج خطير دلوقتي ان البيتيوتري البوستيريور دي بتصنع ولا بتخزن؟ البوستيريور بيتيوتري سالف انستيتيوشن هير ما هي الا مخزن ستورج نوت سينتز. تاني البوستيريور بيتيوتري ما هي الا ايه؟ ستورج نوت سينتز. ستورج مين؟ الانتي دايريتيك هرمون والاوكسيتوسن اللي بتصنعها في مين؟ السوبرا اوبتيك والبارا فنتريكولار نيوكليس. بص الفكره؟ طب يطلعوا ازاي؟ الاكشن بوتنشال يجي يعمل ايه الاكشن بوتنشال؟ ها؟ يمشي في العصب يدخل كالسيوم يحصل ايه؟ ها؟ رابط شرط الفيديو بتطلع تمشي على السلم. تمام؟ طيب اعتقد انت بقيت عبقري وزادت تقول لي يا دكتور عشان كده سميتها نيورو مش البوستيريور بيتيوتري مخزن للخلايا العصبيه اللي فوق في الهايبوثالامس. طب هايبوفيزز ما هايبوفيزز او فيزز يعني ايه؟ بيتيوتري مش هسميت البيتيوتري في الاول هايبوفيزز سيريبراي ولا لا؟ بص الفكره يبقى البوستيريور بيتيوتري او البيتيوتري عموما حجمها 1 سم كومباوند جلاند تيلا تورتيكا الامبريولوجي بتاعها داون وورد جروث اوف ذا برين او وورد جروث اوف ذا ماوث
تلاقوا مع بعض عملوا البيتيوتري تكون من 3 لوب انتيريور انترميديت بوستيريور. البوستيريور ده بيتكون عباره عن مخزن بتون ام بي اي فول سوبر اوبتيك عند بلط انتريكولار بيصنعوا تو هرمون. التو هرمون اسمه ايه؟ استودين اند بي اتش. في نقطه بقى اكتب بيها الكلمه، هو حضرتك مش الاحمر التراكات الاكتف دي مش ماشيه مع بعض؟ طيب كوليكشن اوف اكتف انسايد ذا تيم نت اسبولز راك صح كده؟ طيب يبقى ده تراك الاحمر ده تراك. طيب لو سمحت يا دكتور اسمه ايه؟ مش الاعصاب يا ابني، انت هو بتاخده اعصاب عضله الميديان النر التراك برضه ايه؟ طيب اكتر حاجه في التراكات بسميهم من نقطه البدايه الى نقطه النهايه. هم ابتدوا فين؟ هايبو سلامس بس هم هايبو سلام. طيب بيبتدوا فين؟ في البوستيريور بيتيوتر. البوستيريور اسمها ايه؟ ها؟ نيورو فيزيس او نيورو هايبو فيزيس صح؟ فسميه هايبو سلام هايبو فيزيال تراك يا سيدي عليك. هايبو سلامس ده ازاي؟ هايبو فيزيال ده ازاي؟ هايبو فيزيال البوستيريور بيتيوتري تراك انها كوليكشن اوف اكتف انسايد فيه ان يبقى البوستيريور بيتيوتري اللي هي البوستيريور لوب اسمه الثاني نيورو هايبوفيزز او نيورو فيزز لانه عباره عن مخزن للخلايا العصبيه الام اسمها سوبر اوبتيك اند بارا كونتريكتور نيوكلير اللي هي بتصنع هرمونين اسمهم اي دي اتش اند اوكسيك توسن. في الاول وفي الاخر هم هنا عباره عن هرمونات او في كيميكال ترانسميتر متخزنه في الاكتون تيرمينال. عشان يطلع محتاجين اشن بوتنشال، اشن بوتنشال يدخل كالسيوم عن طريق الفولتج جيت الكالسيوم في الشانل يطلع على الدم المسموم هرمون. طيب التوصيله دي اسمها هايبو سلام وهايبو فيزيال تراك. في اي معضله عن البوستيريو بوتيتر دلوقتي؟ اه قول يا باشا. طب انت شاور عليهم فين في الاسئله يا جماعه؟ في الهايبو سلام يبقى في البريد. الاكل بتاعتهم فين؟ كيلو بيتر. اسالك سؤال كده، لو دخلت امتحان زمان ولا معادله اجنبيه الناس اللي تطمح الى التعليم العالي تمام؟ واحد جه سالك سؤال قال لك الكيلو بيتر لو تم تدميرها دكاتره بس الكيلو بيتر بس هل العيان هيعاني من اي اعراض؟ هل هيبقى عنده مشكله نقص في الهرمونات دي؟ سيبوا تيتر بس تدمرني. ها؟ يلا نشرب النقط جدا. طبعا يا جماعه مش هيعاني من حاجه، ليه؟ الاكتوز بدل ما كانت هتخزن في البوستيريو تيتر خلاص مطلوب على طول في الدم. صح؟ مش محتاجه، اصل هي مخ، انت دمرت المخ. خلاص؟ مفيش مشكله، بدل ما الهرمون هيتخزن في البوستيريو تيتر طلع فين؟ على الدم على طول. لا ليه؟ لا ماشي، انا مش بقول لك في فرق ما بين ان المرض ما هو مفيش حد هيبقى ايه؟ في مرض كبير خالص دي مرض حاجه غير جدا. انا بتكلم في حته المرض، لكن ده هو مرض من الفراي اللي فوق ده ده بالسلامه ده تمام. انا بحط صغيره خالص وخلاص عم دلعت اهو ولسه في اول السنه الحته بتجري بسرعه ساعات انت بتملي خدنا كام صفحه يا تقدروا بقى انا قريت قصه حاجه بتحبوا تقلبوا صفحات في الحته اللي انت قريت كتير انا رقم ثلاثة الصفحات الفاضيه الصفحه كام؟ صح اهو الحته دي تسعه تسعه اهو تسعه اهو صفحه تسعه شفتوا؟ بعد كده ان شاء الله الشباب الثاني نعمل مثلا ايه تيم ليست 1 تيم ليست 2 تيم ليست 3 تيم ليست 4 تيم ليست 5 كده بقى والصفحات فاضيه كتيره في النص حته ان الصفحه فيها معلومه واحده مش طوبها تاني مفيش مشكله طالما التعليم ده اللي بينفع تحبوه. تعالى بقى نتكلم على حاجه في الاخر استرجاع لمعلومات البايو اللي انتوا بتحبوها ايه؟ الاي دي اتش ده يا جماعه سنسز تبقى معايا تعالوا نذكرها في لحظه بس سنسز اوف اي دي اتش اند اوكسي توسن كيفيه تصنيع الاي دي اتش والاوكسي بالطاقات زي ها بص يا سيدي
الخطوة رقم واحد الدي دي اتش والاوكسي تيسن دول عبارة عن امينو تسع امينو اسيدز فقط يعني هو الهرمون كله عبارة عن تسع امينو اسيدز. تعالى نسترجع كده كام معلومة في البايو. لو رسمت لك خلية وانت مطالب في هذه الخلية تصنع بروتين البروتين بتاعك اسمه فرضا اوكسيتوسن اهو مربع ده الاوكسيتوسن ده كام امينو اسيدز؟ تسع. انوريزم بس ينفع لما تيجي تصنع ماده تتكون من 9 امينو اسيد الدي ان ايه بتاعك اللي هي خطوات كانت بتبقى ايه الاول؟ دي نيوكليس صح؟ عمليه اسمها ايه؟ ترانسكريبشن. هل في الترانسكريبشن بيتم في صوره 9 كودونات فقط؟ مش كل الكودون بيعمل امينو اسيد صح؟ 9 بس؟ لا لا خالص. لان عشان اصنع الاوكسيتوسين دوت اللي هو 9 بعمل حوالينه ايه؟ حط لي هنا 9 وهنا 9 كمان. ليه بحط امينو اسيد حوالينه يمين وشمال؟ علشان يحميه. يحميه من ايه يا دكاتره؟ السيتوبلازميك انزيمز اللي هنا. في انزيمز هنا بروتيوليتيك انزيمز بتقوم بالتكسير. ممكن تشوف الغلبانه وتسعه امينو اسيد تروح تنسجم في الصباح. بناء على حاجه؟ ارجع في النوع تاني الاول. يبقى الترانسكريبشن ينتج عنه جزء كبير. يحتوي في داخله على مين؟ على الهرمون. الجزء الكبير ده اسمه ايه؟ بري برو اوكسي فيزين. حد يترجم؟ اي ان في نهايه الكلمه يعني بروتين. دي بنسميها حفظ اي ان يعني بروتين. بي اتش واي اس عايز على البيتيوتري اللي اسمها هايبوفيزن. او اكس واي اوكسيتوسن. بري برو يعني ايه؟ البري برو اللي هي عمال ناخد الزياده. مش انا مثلا بقول التريبسين الان اكتف فورم بتاعه اسمه ايه؟ السينوجين صح؟ البيبسين السينوجين. يبقى لما اقول ماده في الهرمونات ان اكتف بحط قبلها ايه؟ بريبرو صح كده؟ يبقى ناتج عمليه الترانسكريبشن اند ترانسليشن ينتج عنها ماده اسمها بريبرو اوكسيفيدين صح؟ طيب الخطوه الثانيه هو انا كنت بعد ما بعمل ترانسكريبشن وترانسليشن بتقول لي الهيستولوجي كان ناس محترمه يقول لك باخد الماده واديها على مين؟ حاجه اسمها جولجي ابريتر صح؟ جولجي ابريتر ده بيعمل ايه؟ بيمسك البتاع دي ويقفقف يقفقها ازاي؟ يفككها لحاجتين اوكسيتوسن ماشي؟ وبقيت الامينو اسيد دي بقيت الامينو اسيد دي اسميها نيوروفيزين واحد نيوروفيزين ايه؟ واحد ولا في الجولجي اروح محافظ الاوكسيتوسن في الفيزيكال كده يعني في الفيزيكال قيصر عشان تحافظ عليه خلاص. وبعد كده انزلهم من الهايبوثالامس اهو كان الخليه دي النيوك ينزلوا يمشي في الاكسون الاوكسيتوسن في الفيزيكال بتاعته لحد ما ينزل ايه؟ هنا يتخلص. شفت الفكره؟ يبقى النيوروفيدين 1 ده عباره عن ايه؟ عباره عن بقايا الامينو اسيد اللي تيجي على تكسير البري ايه؟ برون. طيب حد شاطر يقول لي النيوروفيدين ايه وظيفته؟ بروتكشن. بروتكشن ليه؟ بروتكشن للاوكسيدوسيس فروم ديستراكشن باي سيتوبلازميك انزايم صح؟ الكلام ده كله مش موجود في المذكره بس انا بفكرك بيه. هو اللي موجود في المذكره حاجه واحده ان الاوكسيدوسين بيتم تصنيع اوكسيدوسين ماده اسمها ايه؟ بري برو اوكسيدوسين. دي ناتج عمليه الترانسكريبشن اند ترانسليشن. هيخش على الدولج. الدولج بيعمل ايه؟ بيقفص الامينو اسيد الزياده يجمعها في صوره ايه؟ هايدي نيوروفيدين 1 ويتبقى لنا مين الاوكسيدوسين. وانا طالع من الدولج لازم احطه بيها يا دكتوره منى احطه في فيزيتك واللي هيكسر مني تاني. والنيوروفيدين دوت واحد ما هو اللي كان كل وظيفته ايه؟ بروتكشن. ينزل الاوكسيتوسين في الفيزيكال بتاعته لحد ما يوصل البوستيريور بيتيوتري. في ناس بقى قالت لك ايه؟ اكتشفت حاجه غريبه. انت دلوقتي في البوستيريور بيتيوتري المفروض تلاقي مين فقط؟ اوكسيتوسين. بس احنا الاغرب لقينا ان نيوروفيزين 1 ده جاي معايا. ايه اللي جاي؟ مع ان هو المفروض يبقى فوق في النيوكلاس وخلاص ده كان بروتكشن ومش ده. اكتشفنا ان نيوروفيزين 1 دوت بيشتغل ككارير يعني كارير. حامل يشيل ايه على راسه؟ الاوكسيتوسين لحد ما ينزله فين؟ في العجل. يبقى النيوروفيزين 1 ده ايه فايدته حتى الان؟ اثنين بروتكشن اند ثالث. طيب لا مش معاه حد في حوالين. طب السؤال يا دكاتره هو انا لما بيجي الاكشن بوتنشال ها اكيد معاك فيه بيطلع ايه للدم؟
الاوكسيتوسين فقط ولا هيطلع النيوروفيزين مان كمان؟ طيب يبقى النيوروفيزين مان متجمع عندنا في البوستيريو بيتري ولا لا؟ من يوم ما اتولدنا لحد النهارده كل شويه طلع اوكسيتوسين في نيوروفيزين مان بيتراكم جوه ولا لا؟ الراجل اللي اكتشفها لما جه فتح البوستيريو وعمل الهيستولوجي بتاعها لقى البروتينات دي متوسطه هنا كده فسماها هيرنج بودي. اسمها يا جماعه هيرنج بودي. يبقى يعني هيرنج بودي عباره عن نيوروفيزين 1. طيب اذا كان انا قلت نيوروفيزين 1 يبقى الشيء بالشيء يوصف اكيد هيبقى في ماده اسمها نيوروفيزين 2 دي بتاعت مين؟ مش انا قلت بري برو اوكسيتوزين الانتيجوليتيك هرمون بقى اسمه ايه؟ بري برو بريستو اوكسيتوزين. حد يترجم؟ اي ان يعني بروتين وبي اتش واي اس يعني بيتيوتر وبي بريستو يعني اصل الانتي دايريتك هرمون لما ناخد الحصه الجايه اسمه تاني فازو بريستو اسمه ايه؟ لانه بيعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟ فازو كونستريكشن وبري برو اكتف ولا ان اكتف؟ ان اكتف. هيتفكك ليه البري برو بريستو بيزين ده ايه؟ اي دي اتش ونيورو بيزين 2 تمام؟ تعالى بقى نلم الموضوع ده طلع بعضه فكره اخرى. احنا هنتكلم النهارده في اللي وقع منه معلومه يفكرني بيها وهذا تاني في البيتيوتري موجوده في السلسله بيرتيكال حجمها 1 سم كومباوند جلاند داون وورد جروث اوف ذا برين اب وورد جروث اوف ذا ماما قبل مع بعض عملوا بيتيوتري. البيتيوتري بيتيوتري ده اسم تاني نيورو هايبوفيزن او نيورو فيزن صح كده؟ بتصنع كام هرمون؟ مين؟ اوكسيتوسن اند ما هي ما بتصنعش هي بتخزن صح كده؟ بتصنعها في سوبرا اوبتيك وبارا فنتريكو بتصنعها في جزء ماده اسمها ايه؟ بري برو اوكسي وبري برو بريستوتيزين يتشخصوا الى انتي دراتيك هرمون اوكسيتوسن ويطلع نيورو فيزين 1 و 2 ايه فايدته من الدكاتره؟ بروتكشن اند شارينج. طب لما جيت فتحت البيتيوتري في الهيستولوجي مين اللي متراكم فيها دايما؟ نيورو فيزين 1 و 2 ده الهيستولوجي بيسموها هيرنج ايه؟ بودي. طيب التراك بتصير بتوتر في تراك هنا اسمه هايبو تلام وهايبو ايه؟ فيزيال تراك صح ولا لا؟ طيب تعود الهيستولوجي كلمه واحده بس تبقى عضو يقول لك هو ينفع تسيب الاكسون اللي كده لوحديها في البيتيوتري؟ اكسون زي كده تبقى عامله زي الهيما كده واقفه جنب بعض ينفع تسيب لوحدها؟ ممكن تتفكك وتقع وانت مغمض عينيك اي خلايا عايز تلزقها في بعض وتجمعها مع بعض تحط كونكتيف تيشو كونكتيف تيشو هنا في البرين اسمه ايه؟ جلايال سيل جلايال سيل تمام. في البيتيوتري بقى مش اسمها جلايال سيل اسمها بيتيوسايت اسمها يا جماعه بيتيوسايت. يبقى يعني ايه بيتيوسايت؟ عباره عن جلايال سيل او كونكتيف تيشو بتمسك الاكسونز بتاعت مين؟ ها؟ بيتيوتري جلاند مع بعض ها؟ هتلاقي في المذكرة خط التاني. يعني ايه هيرنج بوز؟ هيرنج اسمعني. قول لي ده نيوروفيزين 1 و 2. جاب سؤال السنة اللي فاتت في الام بي كيو. قال البيتيو سايد دي عبارة عن ايه؟ جلايل سيل. ليه علاقة بالسكريشن؟ ليه علاقة بالهرمونات؟ دي سبورت. ده مش كده كده؟ حد عنده أسئلة؟ الحصة الجاية يا جماعة موعدنا عليه والحصة الأولانية هبعدها هنحدد لها معاك. خلاص؟ ماشي يا شباب؟ تفضل يا جماعه.